السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون البرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الثلاث الاولاد واللي ما عرفوش كان في المملكة المغربية الخيرات والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن بابنا عيالات ورجالة بنات ولاد كبير صغير. اليوم 26 في شهر 10 2021 الخيرات والروان الحباب تونا في مكانه البقال القزاري الطول القزاري هذا بقر القزاري في الثلاث ولاد خيرات موجوده تاعت البقر والترواج كاين والبقر كثير كاين هنا في الثلاث ولاد الخيرات موجوده زوج خدام لك شحال سمحت خويا؟ 18500 تاع الدرهم 370 اي سم محمد برحمي سم محمد برحمي تاع بيبي 20 الثور القزاري الله يسهل عليك يا سم محمد الثور 1110 1140 1160 باش كاين البقر اليوم تقريبا شي حاجه مليحه الترواج كاين في ثلاث ولاد شي تشوفوا معنا الرواج كاين هنا في ثلاث ولاد والسلعه كثيره شحال 150 باش باش هوكا 17000 تاع الدرهم و500 نحيو احبابنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن قناة زيتون المرجان قناة اسمها زيتون المرجان اسم الكنية تاعتي والسمية تاعتي الاحباب تاعنا اهلا بكم جميعا الثور القزاري موجود في الثلاث الاولاد كي تشوفوا معنا هاد البلاصة خاصة بالقزارة والبقع والشريه شحال رشيد خويا 330 الزيتون 330 16000 تاع الدرهم و500 هنايا في الثلاث الاولاد تبارك الله عرض بلجيكي كي تشوفوا معنا ب 16500 تاع الدرهم ماشي الكاميرا راه لين مازال في جرة باقي ما ودن وحنا تنصوروا الحباب تاعنا اللي غاديين على قناة الزيتون المرجان الصغيرة كي تشوفوا معنا في الثلاث الاولاد هاد الخيرات وتقادة عنده الصاحب تقرب عنده الصاحب هاي الخنسون السيد المعلومات تاع المكراسي جلال قرب ليه 60 درهم والله ما تقال منه شحال اخويا اليوم عبد القادر 40 31 قرب ليه قرب مليح ولا 20 غير قرب مليح ما كاينش كاع بينه وما صفاش السلعه موجوده كثيره هذا بقر هذا الشحمه تيقول لك هذا حتى حاجه زيتوني والله ما فاتها الشحمه وين السلعه موجوده كاين خير سير الزيتون الله يعطيك الخير الله يحفظك رشيد رشيد ورشيد الله يحفظك هذا رشيد ولد الحاج ميلودي في بن حمد تاكو عنده الحانوت قزال وهذا رشيد ولد عمي مشرف ورشيد ورشيد شوف سبحان الله العظيم مجزارة مزار هذا العام ياك اياه في بن حمد 12000 محمد عطانا 12000 هذا الراجل قلنا له 100000 راك واش من هنا بزاف نشوفوك في السعوديه انت تبيع 100000 راك نقول لك لا جاي وشحال مولاي هشام؟ شحال؟ 360 هاد العرض عرض زين مالو خايب شكاينة واحد شمال 360
السلعة موجودة اليوم. ها؟ كان شارينو بقع وشرينا مازال باقي مربوط في الحيط وركز زراكي تشوفوا معنا هنا في الثلاث الأولاد. الله يحفظك. كي تشوفوا الخيرات راه في الثلاث الأولاد كي تشوفوا تبارك الله راه السلعة مضوبلة حيت الثلاث اللي فات ما كانش عامر والسلعة مضوبلة. السلعة كثيرة هنا في الثلاث الأولاد. 180 واش خدتوه؟ 380 تباع ب 380 تبارك الله. هذا العرض في انت شويتي الكمية لا حسن درجة هذا 24 هذا زرق وهذيك شحال شحال 40 تبارك الله. علاش غتلا هذه هادشي ربع ساعة ولا تولي ساعة قلت لي هذا ب 24 16200 وهذاك 17000 تاع الدرهم اخر موديل في البوتيك 300 هذا ماشي بلجيكي لا شاروري من نوع شاروري شحال هو 300 انت شحال هو تقول لنا تيمانو 120 مو حاج مو حاج مليون و900 انت شحال خدت مليون و900 320 880 صابو عندك هي تبارك الله سامع شحال عبد الحق شحال عبد الحق شحال هو فاكت ولا مغمضة ديروا وراتها بزاف أقول لمسا وكنقولوا جوج قال 20 صافي دينا ب 866 أشد لي 2000 منا وأنت قاعد أهبال وأنا مقفولة قال 20 البقورة تدعى في الثلاث أولاد اليوم خير ماشي فابور وين السلعة موجودة كثيرة الخيرات تاع البقر موجودة في الثلاث أولاد كي تشوفوا معنا تبارك الله قرب دوبر شحال من خطرة مرقع واسد هذا راه ماشي بلجيكي سي محمد اش من نوع هذا؟ تعرف احسن مني هو قلت يقول لي بلجيكي قلت لي راه شاروري قال لي لا بلجيكي لا انت تعرف انت تعرف اش من نوع؟ اش من نوع؟ واخا يجي وراه واخا يدير الزغبة تاعتو كي دايره واش شاروري ولا بلجيكي؟ بلجيكي منين؟ خاصة حيدوك من هاد القناة من مقيس راه أنواع ديال البقر بلجيكي والله يهديك يا سبحان الله هذا راه هو النوع اش من سخبة عندو هاد؟ البياض ماشي صفر مناعس ولا مناعس بلجيكي بياض وقلنا مناعس بلجيكي واللي راه تنقولوا شاروري بياض شاروري بياض هاد الفخيدات راه يكون عند شاروري يكون ولكن بلجيكي بلجيكي اسمع بالك اسمع بالك امشي 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 سير سير وعلاش ما بغيتيش تفرق الثمن؟ ايش باقي انا غير غلبنا الزيتوني العجر جانا صوت اخر قال لك قال لك شعروري اش نبقى؟ غالبيه ديال الاصوات الشباب لا ما تصابش هذا شعروري انا ويش غالبية غادا طلع شالوري هذا ديال فرنسا ياك الزيتون اش من واحد كتجبري في الاربعه ديال السويلات اش من واحد ما شالوري ياك الزيتون قلنا لي بشاروري قال لك بلجيكي عرفت عما واحد الدار بيداو هذا عرفت كاكي بزاف مليون شحال
14 ونص كي دير هاد 14 كرك 14 ونص اجور من تاكل سكني لي اش انا انت تو ما يعرف شنو يدخل ها اه قول 14500 تبارك الله على انت كبيره زيرني تبارك الله الكبير تبارك الله السلعه موجوده في الثلاث اولاد اليوم مضوبله السلعه كثيره مازال باقي البقر كثير